يقول: هناك شخص يقول إنه مسلم وهو يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، يقول: كيف أتعامل معه؟ تعامل معه على أنه مضيع للصلاة، أنه يتعمد ترك الصلاة ولو بعض الصلوات، ولو بعض الصلوات يتعمد تركها هذا كافر، تخبره بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ولم إذا سئل أهل النار يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ وش أول جواب؟ لم نكن من المصلين، هذا أول جواب يجيبون به، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما يصلون ولا يزكون، ركنين من أركان الإسلام، ولا يؤمنون بالآخرة، كنا نخوض مع الخائضين. يقول: يمكن يصير بعث، يمكن ما يصير، يمكن خوض، هذا الذي أدخلهم النار والعياذ بالله. نعم.